السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ ربكم كلكم دايما بخير. النهاردة جايب لكم طريقة تهكير جواهر لعبة فري فاير الاندرويد. الطريقة سهلة جدا ومش صعبة خالص، بس هنعرف بعد ما ارجع لكم تاني. هنخش الاول على جوجل بلاي، هنكتب دايموند فري فاير، دايموند دايموند فري فاير. انت عايز تكتب بالعربي تكتب بالانجليزي براحتك، هو يظهر لك البرنامج. هو ده البرنامج ده انا مثبته، والبرنامج جميل جدا ويعني ومش حجمه تقيل قوي، يعني حاجه يعني 23 ميجا تقريبا يعني، ماشي. فيلا هنفتحه دلوقتي. بعد ما بنفتحه كده، احنا بنفتحه دلوقتي هيظهر لنا بالوجهه دي. ده اعلان، هندوس الغاء، هنيجي ندوس هنا، هنيجي ندوس على دي، ماشي. وبعد كده ندوس عليها، بعد كده ندوس على دي العلامة الصفرة دي، ماشي. ندوسنا اهو، هيطلب منك اسمك في اللعبة. انا اسمي، انا هكتب اسمي، انا ألفت اي اسم. ألفت اي اسم اصلا، لسه منزلها وجبت لكم الطريقة. بعد ما كتبنا اسمنا بيقول لك انت عايز قد ايه دايموند. انا مثلا، انت اكتب زي ما انت عايز. بعد ما كتبنا اسمنا هيطلب منك عدد الدايموند اللي انت عايزه اهو. انا هكتب مثلا، انت عايز تكتب 100 200، انا هكتب 3000، ماشي. بعد ما كتبت 3000 هيطلب مني الليفل بتاعي. انا ليفل كام؟ انا ليفل 0 لسه، مش ليفل اي حاجة يعني، ماشي. او ليفل 1 معرفش، هعملها ليفل 1. انا ليفل 1 ما بلعبهاش. هندوس ستارت، هيقول لك هنا كده ان هو هيستنى 24 ساعة على بال ما يحط لك الجواهر، ماشي. وده كان شرحنا النهاردة يا شباب في الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنسانيش باللايك واشتراك في القناة. لو كنت غير مشترك، سلام.